السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، إخواني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التي نخصصها لذكر وتجديد الرحمة على الفلاحين الهواريين الذين عاشرتهم وعاصرتهم، وكان لهم أثر كبير في نفسي، وما زالت ذكراهم تملأ القلب. وفي نفس الوقت كان لهم دور كبير في هوارة وفي ازدهار الفلاحة في هوارة، فهؤلاء هم رواد الفلاحة. اليوم سوف نجدد الرحمات على الحاج محمد الدماغ، أحد أعيان منطقة هوارة الكبار المعروفين. هذا الرجل العظيم الذي كان رفيق دربي الحاج علي بن عبد الله الهواري، إذ كان من عائلته، وكذلك هاجر معه إلى خريبقة حيث عمل معا، ومن هنالك كون نفسهما وثروتهما، وبعد ذلك استقر في الدار البيضاء، وكان من الأعيان الذي يذهب عندهم الهواريون كلما سافروا إلى الدار البيضاء. هذا الرجل المتواضع، هذا الرجل السخي الكريم الذي يذكره كل الناس بخير، استطاع أن يكون لنفسه مجدا في هوارة وهو في الدار البيضاء، لأنه وجد رجالا كبارا من إخوته يعملون في الفلاحة هنا وهو يعمل في الدار البيضاء، فكانت ذلك التعاون العائلي المعروف في هوارة الذي أدى إلى نجاحهم. بكل صراحة، كانت للحاج محمد الدماغ في نفسي قيمة كبيرة، لأنني عرفته كصديق لأخي الحاج محمد الذي كان يزوره في الدار البيضاء، كما أنه كان يأتي عندنا بين الفينة والأخرى. وفيما بعد كنت أراه كحد أعيان المنطقة الكبار الذين شقوا لأنفسهم طريق، ولا ننسى كذلك أنه كان جارا لنا من خلال مزرعة بالنجار التي لا تبعد عن مزرعتنا إلا بمئات الأمطار. فالحاج محمد الدماغ من الناس الذين يحبون فعل الخير، من أولئك الذين نذروا أنفسهم لمساعدة الغير، وما زال يشهد له الكثير من الناس بفضله عليه. وبالطبع من عاشر الحاج علي الهواري فسيكون مثله، واكتسب من مدرسة الكرم والعطاء الكثير. والأكثر من ذلك أن العلاقة بين عائلة الربعة وعائلة دماغ امتدت إلى الأبناء، فكان ابن الحاج محمد الحاج حميد كثير التردد على أخي الذي كان يعتبره من أصدقائه، وكانت تجمعهم تيولت التي كان فيها الكثير والكثير من رجالات هوارة. وفي ذلك الوقت كانت المنازل
مفتوحة، كانت مشرعة في كل وقت وفي كل حين. الكل يأتي عند الكل، الكل كما أكرر وأعيد يعرف الكل، وكانت القلوب بيضاء. فما زلت أتذكر أن الحاج حميد في يوم من الأيام قدم إلى المزرعة بمعية مجموعة من الأصدقاء، منهم من أعرف ومنهم لا أعرف، يعني على الساعة الرابعة تقريبا، ولم يكن حاضرا الحاج محمد. فخرجت لما سمعت منبهات السيارة لأجده، فقال لي: هل يوجد الحاج محمد؟ قلت له: لا، إنه قد خرج. وبالطبع طلبت منه أن يدخل إلى المنزل هو وأصدقائه في انتظار حضور الحاج محمد. وبالفعل دخل وقدمت له ما شاء من المرطبات ومن المشروبات. فما زلت أتذكر أنه أثنى علي وقال: والله لقد دخلت إلى المنزل فقط لكي أجربك أنت. وأنا كان عمري في حوالي 16-17 سنة. فقال لي: والله أنت واحد ستكون إن شاء الله من الكرماء. ولاحظوا أن هذا يعني أثر في هذه، وزلت أتذكر تلك الحالة الفريدة من نوعها. فرحمة الله على الحاج محمد الدماغ، وأسكنه فسيح جناته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم إنه كان مؤمنا طائعا كريما فضاعف في إحسانه، واجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وخير ما أختم به هو أنني أتمنى من الله تعالى أن يطيل العمر حتى أفي لكل هؤلاء حقهم.